هو شوف مثل ما قلنا انه هو كعمل مهندس النفط ينقسم قطاعين، يعني القطاع الخاص والقطاع الحكومي. فالقطاع الخاص او يعني الحكومي بالبداية العفو هو رواتبه معروفة، يعني مو رواتب كلش عالية، يعني الكل يدري بيها يعني. اما القطاع الخاص راح تكون رواتب اعلى اكيد بحكم انه انت بس مقابلها نعم. ها هو جايك لان مقابلها القطاع الخاص يعني اكيد هي يعني العمل بالقطاع الخاص ابدا مو سهل، تحتاج تتعب على نفسك. العمل مالتك ممكن يكون فترات طويله، يعني ممكن 40 50 60 70 يوم ممكن انت تداوم، وتنزل لك 20 يوم ممكن ترجع للدوام، ممكن حتى اقل بعض الاحيان. فبالتالي العمل يعني بنفس الوقت يحتاج جهد بدني وجهد عقلي، فابدا العمل مو سهل. هو ما دام جاي يعطيك راتب اعلى اذا لازم يكون عندك جهد عالي. بالضبط. فمقابل هذا الراتب انت راح تبذل جهد عالي، يعني فلا تعتقد انه انت راح تستلم راتب هو يفوق جهدك بهواي، لا لا، هي فد معادله متساويه. يعني هي السيرفيس كومبانيز بالتالي اهمها الربح، شركات استثماريه، فهو من يعطيك يعطيك استحقاقك يعني قدر الامكان. اي فهذه قلت لي راتب صح؟ اوكي تمام. انه انت راح تظل هواي هناك وراح يشتغلون كل ساعه من عندك صح. حتى يعطيك راتبك. مين يعطيك راتب وانت ما جيت تطي؟ طبعا 100%. وهو يشوفك اذا ما تطي يعني يستغني عنك بالنهايه اذا شخص مو كفو.